رغم كل العجقة ناتالي قدرت توصل معنا لنعمل اليوم فقرة بالانس. واليوم ناتالي محضرة موضوع مهم خاصة لكل النساء يلي ولدوا مش من كتير زمان. الموضوع هو البريست فيدينج. هاي ناتالي. هاي كيفك جيسي؟ كيف كانت العجقة؟ بتجنن بتجنن بس يعني شوية تأخير بس ماشي الحال. اليوم موضوعنا أكيد في كتير سيدات بيحضرونا قبل الظهر وخاصة السيدات اللي بيكونوا بعدهم يمكن بالماترنتي ليف بعد ما رجعوا على شغلهم واللي بيكونوا عم بيرضعوا أولادهم وهيدي مرحلة كتير صعبة إن كان إذا كان أول ولد لأنه السيدة بتكون بعد يمكن ما بتعرف تتأقلم مع النظام الجديد اللي وما بنعرف ما بينعرف الصح من الغلط وشو لازم مزبوط أو حتى إذا كانت السيدة عندها أوريدي غير أولاد وعندها كل الأشياء اللي لازم تعملها البيت مشان هيك بتنسى حالها وبتنسى اكيد النظام الغذائي تبعها. وامبارح في متصله كانت عم بتقول انه هي بترضع وما بتاكل شيء كل النهار بتاكل وجبه وحده فمشان هيك قلت لازم نخصص اكيد حلقه مش بس حلقه وحده اكثر من حلقه لهالموضوع هذا لانه كثير مهم طبعا عادة اكيد بياثر كمان على الطفل صح؟ اكيد بياثر على الطفل وخاصه على صحه السيدات لانه لازم نعرف شغله انه خلال فتره الرضاعه الجسم بيحرق سعرات حراريه اكثر من وقت حتى وقت الحمل يعني الاحتياجات اليومية إذا كانت السيدة عم بترضع 24 ساعة على 24 بتزيد حوالي 300 إلى 500 سعرة حرارية وهيدا الشيء اللي بيخلي السيدات تخسر وزن. بس المهم جدا أنه خلال هالفترة هي خاصة أول 6 شهور تكون السيدة عم ترجع بتسترجع كل العناصر الغذائية اللي ممكن أنه تكون خسرتها يمكن من خلال مشاكل خلال الولادة أو حتى فقر نقص بالحديد. في قصص معينة ناتالي قصص أكثر لازم بركي نركز عليها من قصص تانية؟ أكيد أول شغلة لازم ننتبه لها وهيدي ضرورية جدا هي تناول المي. يعني السيدة اللي ما عندها وقت اللي بين وعي البيبي ما بعرف إذا بدي ردع أو هلا وقت ترم الحمام ممغوص البيبي بتنسى حالها وبتنسى حتى انه تشرب. وعادة وقت اللي منبلش نشرب او منبلش نعطش منكون اوريدي نقص نسبة المي بجسمنا لدرجة كتير عالية منكون بلشنا نصير دي هايدريتد او ببلش الجفاف بالجسم. والجفاف يعني اكثر شغله بتاذي سيده بتكون عم بترضع لانه اكيد نسبه السوائل بجسمها بتخف وكمان كميه الحليب بتتاثر ب اذا كانت هي عم تشرب مي ولا لا. سو اول شغله لازم نعملها بس نفيق الصبح حتى اذا فقنا الساعه 4 الصبح او 5 الصبح لازم نشرب كبايه مي. ناتالي بدي اسالك يعني نحن اذا انسان عادي بيشرب 2 لتر او محبز يشرب 2 لتر المراه اللي بعدها مولده قديش لازم تزيد الكميه او هي ذاتها بنضلنا على 2 لتر ضروري انه ناخذهم لتر ونص ل 2 لتر هلا اكيد حسب حجم الجسم أوكي. بس بالمطلق هي بين لتر ونص للترين. هلا اوقات اذا كان كثير شوب نحن بحاجه انه نزيد كبايه او كبايتين بالنهار اذا كانت السيده عم بترضع لتما نخسر هالتوازن بالسوائل لازم كل ما السيده بدها ترضع تشرب كبايه مي قبل ما ترضع تخليها تصير سيستماتيك الشغله كرميلتها تضلها متذكره انه لازم تشرب. وفينا نغير المي بشي تاني في حال حدا ما كتير بحب المي؟ اكيد السوائل هي منا بس من المي فينا ناخذ حليب فينا ناخذ لبن فينا نشرب شوربه الشوربه مفيده العصير يمكن محبز ولكن ننتبه على كميه العصير لانه كثير سيدات انا بعرف من العياده بدل ما يشربوا مي بيشربوا عصير بيصفي العصير عم بيستبدل المي عاده وهذا بخلي السيدات تكون عم تاخذ كميه سكر اكثر من ما هي بحاجه. مش غلط نشرب عصير ولكن ننتبه على الكميه اللي عم ناخذها لانه بالنهايه عم ناخذ سكر بشكل مهم. يعني تقريبا كل كبايه عصير فيها حوالي 3 حبوب من البردقان. هيدا كمان بصير صعب انك تخسري الوزن اللي اخذتيه خلال البريجننسي. عاده السيدات خلال فتره رضاعه بيخسروا حوالي نص كيلو ل 2 كيلو بالشهر اذا كانوا عم بياكلوا بشكل نفسه من ما كانوا عم بياكلوا اخر الحمل. هلا هون بدي بس شدد على نقطه اذا كانوا سيدات بفتره باخر فتره الحمل كثير عم بياكلوا دهون وكثير عم بياكلوا حلويات
اكيد بده يزيد وزنهم، بس انا عم بحكي عن نظام غذائي متوازن خلال اخر اشهر الحمل. اكيد هي كميات زياده عن ما نحن معودين ناكل، ولكن بتكفي كرمال السيده بدون ما تغير نظام الغذائي تقدر انه تخسر هالوزن. هيدا من العناصر الغذائيه اللي لازم تنتبه لها السيده، هي اول شيء المي، ثاني شيء انتظام بوجبات الاكل. يعني السيده اللي بتقعد كل النهار بلا اكل هي سيده اكيد كميه الحليب عندها ممكن انه يتاثر. هلا صحيح الحليب عاده ما بيصير فيه كثير تغيرات بالعناصر الغذائيه، بياخذ الحليب من جسم الام، ولكن الام بدها قوه تضل مضاينه تضل تقدر هي تكون بنشاطها يعني الكامل. كمان ما بدنا ننسى من بعد الولاده في عندي كثير قصص عم تتغير بحياتك، ما بقى تنامي بالليل، بتوعي كذا مره، غير انه عندك الارهاق يلي هو صار في عندك شيء جديد عم تهتمي فيه. مزبوط، مشان هيك مهم كتير الانتظام بوجبات الأكل. الترويقة مهمة جدا، هي من أهم الوجبات خاصة عند السيدة اللي عم بترضع، لأنه بحاجة أنه ترجع تشرج هالنشويات اللي هي كل الليل يمكن ما أخذتها، خاصة إذا كانت عم تسهر على طفلة. دونك خلي يكون في بالترويقة سوائل، خلي يكون في بالترويقة نشويات، وأكيد إذا ما عندها وقت ساندويش جبنة مع يمكن موزة، هيدي أسرع شغلة ممكن أنه تخلي بدها 5 دقائق. يعني اذا هي عم تحضرنا هلا بتكون اخذت ترويقه كامله بظرف، بنعطيها 5 دقائق تلف ساندويش تاخذ كبايه حليب. ناتالي، بما انك عم تحكي مع المشاهدين اللي عم بيحضرونا، اذا حدا بحب يحكي معك او يسالك سؤال بهيدا الموضوع كمان، نحن عم نستقبل اتصالات لهيدا الموضوع. لكن الوجبات مهمه جدا، الحصص بين الوجبات كمان بتساعد كثير، وسيد الحامل معظم اللي عم بترضع معظم الاوقات بتجوع، وهيدا شيء طبيعي. مهم انه ما نستقرب بجات البقلاوه اللي بعده طازه مع انه طيب مع انه طيب، او بكاسات المغلي، كاسات عم بحكي مش كاسه واحده. من وقت لوقت فيها سيده اكيد تاخذ هالمأكولات، ولكن تنتبه ما يكون هيدا اساس تغذيتها، لانه نستقرب او منلاقي سهل انه ناخذ اشياء جاهزه من انه نحضر يمكن كبايه لبن مع شويه كورن فليكس او ساندويتش، ممكن انه يكون فيه عناصر غذائيه اكثر. بدي اسالك بس سؤال، البروتيين لحمه وهيك لازم ناكلها بكميه عاليه خلال هيدي الفتره؟ سؤالك كثير مهم، لانه صحيح البروتينات ضروريه بفتره رضاعه. السيده اللي عم بترضع بحاجه لحوالي 150 جرام من من اللحوم عاده خلال 120 ل 150، لانه بحاجه انه يكون عندها كميه دائما متواجده بجسمها كرمال ترجع تعود خساره الوزن، وبنفس الوقت تضل نسبه الحليب او بالاحرى تكوين الحليب بشكل صحيح. ناتالي، في معنا اتصال أوكي. من سهام. صباح الخير سهام. الو، صباح الخير. اهلا، صباح الخير. صباح الخير، تفضلي انت على الهواء. الله يخليكي، بدي اسالك اذا سمحتي. تفضلي تفضلي. عندي رده انواع ادويه باخذها الصبح. نعم، بس يا ريت توطي صوت التي في عندك، اعملي معروف. بكتب النسكافيه. اوكي، شو الادويه؟ هل النسكافيه بتمنع مفعول الادويه؟ هل الكافيين بيمنع مفعول الادويه؟ هلا حسب شو انواع الادويه، اذا كانت مكملات غذائيه مثل الحديد والكالسيوم افضل انه تبعديها عن استهلاكك القهوه. يعني الصبح اذا بدك تاخذي قهوه، هلا ما بعرف شو هن الادويه اللي عم تاخذيهم، بس في بعض الادويه لازم يمكن تاخذيهم الصبح. اهم شيء انه يكونوا بعاد على القليله نص ساعه من تناول القهوه الصبح، لانه خاصه المكملات مثل الحديد والكالسيوم لانه بيحتووا كميات كثير عاليه من هالانواع من المعادن ممكن انه يتاثروا باستهلاك القهوه الصبح. عم بياخذ ادويه للضغط. اوكي، ادويه اللي عم بياخذها هي للضغط. هلا سؤالي انا مختلف، قد ايه بتشربي قهوه؟ واحد بس نسكافيه. بس الصبح. اوكي، مبدئيا ما بيأثر على أدوية الضغط، أهم شيء عم بحكي أنا كمكملات غذائية، والقهوة ما بتأثر، أكيد أكيد لا، المهم إنه تاكلي مع القهوة. شكرا.
شكرا كثير. نتالي انا بدي اسال، بما انه سالت عن القهوه، هل القهوه فينا يعني بتعرفي خلال الحبل بنوقف القهوه بنوقف الالكول لما المراه بتكون عم بتردع هل كمان القهوه والالكول مضر؟ أكيد السيدة اللي عم بتردع لازم تضلها تنتبه على كمية القهوة اللي عم تاخدها، يعني هي تعودت خلال فترة الحمل إنه تخفف قدر المستطاع، وأفضل إنه ما تتعدى الكبية القهوة. أنا عم بحكي هوني أمريكان كوفي، وإذا كان قهوة عربية مش أكثر من فنجانين بالنهار. هلا إذا كانت عم بتردع أفضل إنه تردع وبعدين تاخذ القهوة وتنطر على القليلة 4 ساعات، هيدي إذا نكون أكيدين أنه ما بدنا نوصل أبداً كافيين للبيبي للطفل. الكحول خاصة، الكحول إذا بالمناسبات بدها تأخذ كحول تردع وتنطر 4 ساعات، إذا بدها ترجع تردع مرة تانية أفضل أنه تكون سحبت حليب للوجبة التانية إذا مش قادرة تنطر 4 ساعات قبل ما تردع. مشان هيك مهم كتير أنه نضل ننتبه على كمية الكحول. هلأ في كتير بيقولوا لازم تشرب بيرة تقدر تحسن من الحليب، هيدي من الاعتقادات اللي شوي خاطئة، لأنه بالبيرة في كمان كحول، أفضل أنه نتجنب الكحول. شو الشيء بالبيرة اللي عادة نحن بنعتبره هو منيح؟ إيه هو هو أول شيء السوائل اللي عم ناخذها وقت اللي نشرب بيرة، أول شغلة. وتاني شغلة، في دراسات فرجت أنه الشعير اللي هو بيصنعوا فيه منه البيرة ممكن أنه يساعد ويحسن من كمية الحليب، بس ننتبه أنه في الكول، دونك أفضل ناخذ هالسوائل من غير طريقة مش من البيرة. نتالي ميرسي كتير، معلومات كانت كتير مهمة وأكيد مفيدة. هيدا كان كل شيء ببالانس لليوم، من كفي أسبوع الجاي هالخميس بموضوع، لأنه في كتير إشياء بعد ما انقالت. أكيد مشاهدينا رح ناخد وقفة ومنرجع على MTV Alive.